بسم الله، نشوف مع بعض ازاي اعمل ميرج بين اكتر من موديل. دلوقتي احنا كنا رفعنا موديل قبل كده انشائي، هشوف دلوقتي موديل تاني وليكن مثلا الموديل دوت كهروميكانيكال، فاقول له هنا اعمل لي جلو وهبدأ اختار ايه الحاجة اللي انا عايز ارفعها. اقول له اد فيو، هحط مثلا 3D بلامينج واقول له اوكي تمام، واقول له ارفع لي ان دبليو سي او دي دبليو اف واقول له جلو ات. ميزة كده ان الملف ده بقى موجود على النت، فممكن تفتحه من اي جهاز حتى لو ما عندكش ريفيت، وممكن في الموقع برضو راجل يفتحه وفي نفس الوقت انت فاتحه، فتبداوا تتناقشوا وتشوف المشاكل الموجودة فين. تمام، افتح انا دلوقتي الاوتوديسك ويب 360، مجرد تدوس هنا بيبدأ يعمل يفحص اذا كان في حاجة جديدة ولا لا، او 3D بلامينج. فادخل جوه المشروع دوت هقول له اعمل لي نيو ميرجت موديل، هدمج بين اللي هو الانشائي وبين البلامينج. ده هو دوت. لسه بيتحمل. طيب نشوف واحد تاني على ما هو يتحمل. حسب سرعة النت ممكن ياخد مثلا 10 دقايق، ممكن ياخد نص ساعة، زي حسب النت اللي عندك. تمام، ممكن تعمل فلتر بحيث ان انت تختار الحاجات اللي هي 3D مثلا. ممكن تسمي اسم هنا، تقول له مثلا هسميه QWER مثلا واقول له ميرجد موديل. هنا فكرة بس في النت بطيء شوية. ميرجد موديل بقى عندي اكتر من موديل اهوت. تمام، ممكن اجي هنا في الموديل، اسف الموديل اهوت. تمام، ممكن اجي هنا اضيف موديل جديد. تمام، ممكن اجي هنا اخفي اي موديل فيهم زي ما انا عايز. ممكن اعمل نيو ميرجد موديل، ادمج حاجتين مع بعض. ممكن اعمل سيلكت على واحد بس، ما ينفعش اعمل على اتنين، واحد بس، واقول له انا عايز اعمل موف او روتيت، فتبدا تعمل موف للعنصر دوت. ممكن مثلا خليه 50 مثلا، ماشي، وخلي ده مثلا 120، فتلاقي العنصر اتنقل اهوت. اهو، وهنا ممكن تعمل له روتيت لأي زاوية انت عايزها، او سكيل فتبدأ تكبر زي ما انت عايز او تصغر، واقول له بعد كده كنسل. تمام، طيب انا دلوقتي هل ممكن اعمل كلاش؟ او ممكن اعمل كلاش بين اي عنصرين عايزهم، مثلا هقول له بين دوت ودوت وهديله اسم معين، اي اسم، وليكن مثلا 1 2 3 فايند كلاش، او يوجد لي كلاشات. تمام، الكلاشات ديت ملهاش هو حاجة خالص، ان الاتنين بعاد عن بعض. طيب خلينا نقول له كلاشات. نيو، اعمل لي بين روم دوت ودوت، او ممكن نخليها مع الانشائي. تمام، او كله مع كله زي ما انت عايز، وهنديله اسم جديد 2 3 4 فايند كلاش. تمام، ادي الكلاشات اهيت. ممكن تقول له مثلا دوت انا خلاص اجنور هنا، ده كلوز، هنا هعمل لده كومنت مثلا الهيستوري. طيب تمام، انا هقول له سيتنج مثلا، ابدا اشوف الاعدادات بتاعتي اللي كان معمول في الكلاش. تمام، هنا الكلاش دوت ما تقدر تشوفه في قلب الريفت، تيجي هنا تقول له، هتقول له انا عايز اشوف الكلاش. تمام، فهو يبدا يجيب لي الكلاشات كلها موجوده اهيت.